أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يقول السحرة في القنوات: نحن نفعل من أجل الله، ففعلنا من الله وهو علمنا في الخير. وللأسف أن أكثر المتصلين عليهم من هذه البلاد ومن بلاد التوحيد، فهل قولهم صحيح وما توجيهكم؟ الله بيّن حقيقتهم، قال سبحانه وتعالى عن الشياطين: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر من تعليم الشياطين، وهل الشياطين تعلم شيئا فيه خير؟ ها؟ الشياطين ما تعلم إلا الشر. فالسحر من تعليم الشياطين بنص القرآن، فكيف يقولون إن نعلم الخير؟ هذا من الكذب والافتراء. نعم، ولا يجوز للمسلم أنه يشك في أمرهم، بل لا يجوز له أنه يطلع على هذه الفضائيات، بل يقفلها ويبعدها عنه وعن أهل بيته. الله جل وعلا قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فنهى سبحانه وتعالى عن الجلوس في مجالس يخاض فيها في آيات الله، ومن أعظم الخوض في آيات الله السحر والكلام فيه. وكذلك قال جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. والمجالسة قد تكون بالبدن وقد تكون بالرؤية، والآن صار يعني كأنك مجالسة في المشرق أو في المغرب، كأنه عندك تراه وتسمع كلامه وهو أوضح من اللي بجنبك. فالفتنة عظيمة والشر كثير، ولكن الحمد لله أن الحق واضح وأن الطريق ولله الحمد واضح، والقرآن بين أيدينا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كلام أهل العلم. فلماذا نترك هذه الأمور ونذهب مع السحرة؟ نقول نبي نشوف وش اللي عندهم. نعم، شوف وش اللي عندهم وتصير مثلهم، إنكم إذا مثلهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.